يعني شكر موصول ودائم على تواجدكم معايا هنا ورفعكم من شأني ومن شأن قناة شادي عيسى الصغيرة على اليوتيوب اللي بتكبر بيكم يوم ورا التاني. ودايما سعيد بوجودكم معايا، ولو تعرفوا مدى سعادتي الدائمة بيكم ما اعتقدش ان انتم ممكن تسيبوا القناة وتخرجوا، تلاقيكم قاعدين في القناة يعني، لاني سعيد جدا بوجودكم معايا ومتابعتكم دايما لكل ما اقوله وثقة بعضكم فيما اقوله. طبعا في البداية لمن لم يشترك في القناة فليشترك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، وطبعا اللايك مهم جدا والشير لللايف مهم قوي، يعني اللايك والشير مهمين جدا خصوصا لللايف، والكومنتات بقى زي ما تحبوا قولوا، وان شاء الله هنسيب في الوقت كده في الاخر نتكلم مع بعض فيه. الدور الاول بيخلص في اليورو يا جماعة، دي حاجة كبيرة، بطولة مميزة، بطولة رائعة، لكن خلاص الدور الاول من النهاردة كده كل يوم الساعة 6 ماتشين، الساعة 6 ماتشين يخلصوا خلاص، ونبدأ بقى للمعمعة الكبرى الكبرى. طيب قبل ما نروح لنهتم يعني بالدوري الاوروبي او البطوله الاوروبيه، تعالوا نروح مع بعض الفكره كده ظهرت النهارده. الاتحاد الافريقي بيقول انه ممكن يعمل دوري السوبر الافريقي. قال له هو حلال لافريقيا حرام لاوروبا؟ طالما الاتحاد اللي هينظم بقى حلال، لكن الانديه اللي تنظم حرام ويتقطع رقاب. هو ده الفرق اللي حصل ما بين السوبر الافريقي، دوري السوبر الافريقي ودوري السوبر الاوروبي. بمعنى ان السوبر الاوروبي كان مجموعه من الانديه عاوزين يعملوه، بيتفقوا مع بعض يعملوه خارج نطاق الاتحاد الاوروبي، فدبحهم جابهم على الارض مع انهم كبار الكبار، زيرهم جابهم زيرو وقعهم على الارض ومشي عليهم مرتين ثلاثه سواهم ورجعوا زي السيف ومشوا على المسطره. هنا بقى في افريقيا الاتحاد الافريقي شخصيا هو اللي بيقرر انه يعمل ايه؟ دوري السوبر الافريقي. ولا مغمض عيني، اهلي وزمالك ادي اول حاجه، يعني مريحين نفسكم خالص. ليه؟ لانه من اهم الدول في العالم الافريقي طبعا هي مصر، والدوري المصري والاهلي والزمالك رقم واحد رقم واحد. كم النادي هيدخل فيه؟ الله اعلم. هل الاهلي والزمالك يبقوا حاجزين مكان اماكن ومثلا التالت او بطل مش عارف يدخل معاهم يبقوا ثلاثه؟ هنشوف التخطيط بتاع دوري السوبر الافريقي ده ايه، لكن هيتعمل لانه هيجيب فلوس كتير. نفس الشيء البنك اللي كان مورجان معرفش ايه ده هو اللي كان عاوز يعمله مع الاخوه في الفرق الاوروبيه والانديه الاوروبيه، ممكن هو اللي يدخل عادي. بس هو اشهر نادي بيشتري ديون، تعرفين نادي مورجان ده، بنك مورجان ده، جي بي مورجان، ما بيفيش، مش انت تروح تحط فيه حسابات كده، لا ده هو بيروح ياخد ديون دول ويبيعها هو بقى بفوايد وبتاع ويكسب من وراء حاجه كده، يعني موضوع كبير قوي قوي، اضخم بنوك العالم يعني، لما يكون الاهم في العالم. هنقول لكم كل حاجه، حتى لو هتجيب فلوس كتير يا استاذ شادي ده معناه ان اللعيبه يعني هتتعب هترهق طول الموسم. اما نشوف الدنيا ماشيه، ده كلام لسه ما اكدوش الاخوه بتوع الاتحاد الافريقي، لكن انا الغرض من الموضوع ان هو ما بين ربا فاحش الله اعلم، ما بين اوروبا وافريقيا. ليه اوروبا الموضوع دحض وقتل في لحظتها؟ عشان انديه بتعاوزه تخرج من الاتحاد، من اطار الاتحاد. هنا الاتحاد اللي بينظم، والانديه في في افريقيا يعني غلبانه، مش هتقول لا، مش هتقول اه ولا لا، هتقعد تسمع الكلام وتنفذ وخلاص. او ممكن تلاقوا بدل دوري ابطال افريقيا هو دوري السوبر الافريقي وخلاص، ونقفل الباب على كده يعني. هنشوف. طيب نروح على فين بقى؟ نبدا بايه؟ نبدا بالصلاه على الزين طبعا، وناكد على اللايك والشير والاشتراك في القناه. يا جماعه عاوزين نوصل ل 100,000 بسرعه، بايديكم انتوا مش بايدي انا، انا مش في ايدي حاجه غير ان انا اطلب منكم محرجا خجلا خجولا ان انا اطلب منكم هذا الامر، لكن انا يعني اضغط عليكم كثيرا بهذا الامر خلال الفتره اللي فاتت من رمضان تقريبا، عشان عاوزين نوصل لل 100,000
ده مع بعض، عشان ده يفتح علينا ان احنا يعني ندخل كاتيجري مختلف في اليوتيوب، وبالتالي مساحة المشاهدة بتزيد، وطبعا ده انتوا السبب فيه مش اي حد تاني. نروح على فين؟ نروح على حميد احداد. حميد احداد جاي له عرض من حسنية اجادير. استنى، لا اقول لكم الاسم، انا اسف. حسنية اجادير ده اللي الزمالك لعب معاه في الكونفدرالية. لا ده حسنية اجادير بالفعل، حسنية اجادير يفاوض الزمالك لضم مين؟ حميد احداد. المغرب عاوز حميد احداد، الرجاء ممكن يبقى عاوز حميد احداد، شباب المحمدية عاوز حميد احداد، ادي حسنية اجادير عاوز حميد احداد. ربنا يبارك لهم بصراحة، ربنا يبارك لهم في حميد احداد. ده وجهة نظر انه حميد احداد العرض اللي جاي للزمالك من حسنية اجادير او من شباب المحمدية او حتى لو هيجي من الرجاء، شيك هاند، بوس على الخدين، ومفيش اي مشكلة، مفيش اي مشكلة، تفضل، واحنا سعداء بفترة وجوده وسعداء برحيله في نفس اللحظة كجمهور الزمالك. طبعا ما نكبش على الادارة، ما اعرفش الادارة هتعمل ايه، لكن مهم جدا ان الادارة تبقى عارفة ان هي عندها مشكلة كبيرة في عدد المحترفين، وبالتالي لازم تبقى بحث توافق على عروض، حتى ولو تبدو العروض دي مش كبيرة، لكن برضو هتريحك من الفلوس اللي بياخدها اللاعب، وتاخد مقابل، تاخد فلوس وخلاص. يعني لو جاله 500 ألف دولار ولا حاجة، ولا 600 ألف دولار، ولا 700 ألف دولار، يبقى خير وبركة، يعني مش وحش، يعني يبقى كويس جدا، تمام. تمام، يبقى كويس قوي لو موضوع ال 700 الف دولار دول كويسين ويمشوا الدنيا مع حميد احداد. لكن حميد مطلوب من حسنية اجادير، وده مطلوب من الرجا، او الرجا كان بيفكر فيه برضو، وشباب المحمديه كان بيفكر فيه، فيطارد من المغرب، ونحن نرسله الى المغرب محبين للمغرب ولحميد احداد. ان كان رغبته بالفعل ان هو ينتقل فليتفضل، ما اعتقدش يعني في اي مشكله ممكن تحصل بان الزمالك مع اللاعب، بالعكس اللاعب من احسن الناس اداء واحتراما، ومفيش فيه عمره ما عمل مشكله، تمام، عمره عمل مشكله، عمره ما في اي حاجه حصلت، وعشان كده زيك مستحيل يزعجه وهو بيتحرك ينتقل يعني، ويبقى في اتفاق بسيط ونحل الموضوع ده على طول، يعني عشان الموضوع تبقى بسيطة وسهلة. فأدي أخونا حميد أحداد جاي له عرض من حسنية أجادير، وأنا بكرر تاني عشان اللي لسه داخل، وعندنا أن الرجاء ممكن نعمله ندخله في صفقة تبادلية، وبرضو شباب محمدية كان طالب قبل كده نفس طلبه برضو، ففي مطلوب في المغرب، فربنا يكون في عونه ويعني ويبارك له إن شاء الله. تمام. ايه تاني اللي هنتكلم فيه؟ هنتكلم عن رزاق سيسي. رزاق سيسي عمل عملية في ركبته، واهتمام كبير جدا من الاتحاد السكندري بيه، وهو اللي تكفل بيه، قال لك لان ده محمد مصلحي، اللي يعرف محمد مصلحي يعرف ان هو راجل مجدع وراجل رجولة، ويعرفك يعني ايه الرجولة يعني، ويعلمك معنى الرجولة، وراجل محترم احترام يعني فوق الوصف والخيال، وبيقف جنب اصحابه وقفه شديده يعني. فعشان كده لما يجي الزمالك يقول احنا نتكفل بيه سيسي فيرفض، ويقول لك هو اصاب عندنا واحنا نتكفل بيه، والاتحاد السكندري يتكفل بيه ويعملوا العمليه، ومش بس كده، بعد ما كل الزملاء يزوروه وهو معاهم يروح له تاني لوحده ويتصور معاه ويرفع من روحه المعنويه ويدعمه يعني معنويا بشكل كبير جدا جدا جدا، تمام. فالموضوع بالنسبه لمحمد صلحي جميل قوي. فالزمالك هل هو رمى اللاعب مثلا؟ مش عاوز اللاعب، بالعكس، اللي حصل ان الكابتن بقى اسامه نبيه، لان احنا لما نيجي نبص احنا عندنا حسين لبيب، حسين السيد، ومجموعه اللي موجوده في اللجنه، دول بيديروا حاجات اليوميه في الزمالك، كل يوم في حاجه في الزمالك، كل يوم في جديد في الزمالك،
احكي لكم بعد شويه يعني. المهم ففي الاطار ده كابتن اسامه نبيه ومفيش مشرف على الكوره، مفيش مدير كوره ممكن يتواصل مع اللاعب ويهدئ من روعه او يطمنه غير احمد ابراهيم الاداري بتاع الزمالك وصديقه يعني. فلكن احمد بطمنه اكيد، وبرضو الكابتن اسامه نبيه تواصل مع رزاق سيسي وقال له يا رزاق واكد عليه، قال له احنا محتاجينك الموسم الجاي واحنا عايزينك الموسم الجاي، والراجل كارتيرون عايزك معانا واحنا محتاجينك عشان بس، والاداره ما عندهاش مانع في بقائك وتجديد عقدك. خلاص انا عاوز اقول لكم انه كارتيرون لما نزل من المطار كده وسلم على اللعيبه واتكلم على الاداره القديمه قال لهم انا عاوز سيسي اول حاجه في الوجود، مساء الخير مساء النور انا عاوز سيسي. اول اجتماع قالوا كارتيرون لواء عماد عبد العزيز لما جه في وقت لواء عماد قال له بالنسبه للمعارين انا انتوا ازاي تمشوا اوناجم وتمشوا مصطفى، لكن اللي حصل حصل، طيب انا بقى عاوز الاثنين دول ومعاهم سيسي. ده اول كلام، اول ما قال بسم الله. تعرفين ان عقد كارتيرون مع الزمالك سنه ونص، ادي النص بيخلص قدامه سنه. فالنهارده الكابتن اسامه نبيه تواصل مع رزاق سيسي وطمنه وقال له احنا عايزينك واحنا نرغب في وجودك ودايما هتبقى معانا، واما هترجع من الاصابه هتبدا معانا الايه اللعب. اتمنى بس انه الاصابه دي ما تكونش مؤثره على حاجه يعني وعلى مستواه او تؤثر في عودته وقوته. طبعا الافارقه يعني دايما نسمع عنهم انهم اصحاب قوه عضليه وكده، ونتمنى يعني شفائه بلا شك وانه يعود سريعا. تمام، وعلى الاساس ده ادي رزاق سيسي برضو يعني، احنا ادي موضوع حميد احداد قلناه، وادي رزاق سيسي خلصنا الحكايه فيه انه الزمالك عايزه، والكابتن اسامه نبيه المدرب العام تواصل معاه شخصيا وقال له احنا كالزمالك اداره وفن وجهاز فني عايزينك خلاص، فلتطمئن اقعد بقى فتره نقائك دي وفتره العلاج بتاعك ربنا يشفيك ويعفي عنك وترجع لنا سليم وعافى ان شاء الله، وتلعب مع نادي الزمالك ان شاء الله بطريقه تفيدك وتسعدنا وتكبر بيها. وخلي بالكم من حاجه مهمه، ارجع تاني واقول لكم الزمالك عنده في الجناح اليمين عندنا شيكابالا وعندنا اوناجم وعندنا مصطفى فتحي وعندنا زيزو، في الجناح الشمال ما عندناش غير بن شرقي. فما يبقى رزاق سيسي موجود مش وحش، جميل، يبقى منافسه رائعه. وبعدين ممكن ارحل بن شرقي لتحت راس الحربه، راس حربه لو احتاجته، ورزاق يبقى موجود، وعندي حمزه المسلوسي يلعب جناح يمين وجناح شمال وقلب هجوم وتحت راس الحربه، اسماء حلوه ومحترمه. وانا لو انت بتسالني يعني حمزه وبن شرقي ورزاق وكفى الله شر القتال، مين شر القتال، ونجيب اتنين بقى اتنين مهاجمين او واحد تحت راس الحربه واحد اجنبي كمان كقلب هجوم، ونقفل الباب على الخمسه الاجانب بتوعنا وننسى بقى الباقي. نيجي على طول هنا لما نتكلم عن المحترفين، نيجي على حمزه المسلوسي. حمزه فحمزه المسلوسي الترجي زي ما عرفنا، حد بيقول لي كابتن علي بصري تواصل بالمحمول ينفع لاعب في قيمه سي سي؟ ما حدش طبعا الصح ان حد يروح، لكن انت شايف ضغط المباريات الفتره ديت وي وي وي، فطبيعي واكيد هيروح. انا يعني متيقن ان الكابتن اسامه نبيه هتلاقيه في مره بيزور اللاعب ويتصور معاه ويعمل حاجه كويسه جدا. حمزه المسلوسي الترجي منتظر مصيره مع الزمالك. الترجي للاسف الترجي عاوز حمزه المسلوسي وبيفكر فيه، والزمالك مش هيبقى عاوز يبيع يعني، نيجي يشتروه لو عايزين، لكن هم منتظرين نهايه القرار بين الزمالك والمسلوسي، لانه الكلام واضح جدا انه الموضوع هيبقى مفيش حمزه خلال الفتره اللي جايه مع الزمالك. فلو حل الموضوع بشكل ودي هيجي لهم فري من غير ما يدفعوا فلوس للزمالك، حاجه كده زي حمزه زي اخونا حمدي النجاز، والاثنين زي بعض يعني لا فرقه بينهما. وانتوا شفتوا حمدي النجاز بلا اي اثر ولا اي قيمه غير في ماتش الزمالك مع الترجي، حاله الغل اللي كانت عنده يعني، هي دي الموضوع، والغل على الزمالك بانهم يخرجوا الزمالك من البطوله، واهو اهو هيخرجوا من البطوله، هيخرجوا من البطوله.
وعشان يعرفوا ان الادب فضلوا العلم، وانك انت تبقى راجل ملتزم بالروح الرياضيه اهم من اي حاجه، وهتتبهدل. وانا بقول لكم من هنا، بقول التوانسه هم جايين، الاهلي مش هيفوز عليكم 2-0 و3-0، لا يمكن اكتر من كده، لان انتوا لا تستحقوا غير الهزيمه الساحقه المحقه لتدمير تاريخكم اللي انتوا بداتوا فيه تدميره بالتواطؤ مع مولوديه الجزائر عشان الزمالك يخرج. فما يبقى العقاب بتاعكم من عند رب غير عقاب ربنا ان شاء الله، عقابكم في الدنيا على ايد النادي الاهلي انه يهزمكم شر هزيمه. فالترجي منتظر، او الترشي او المرتشي ايا كان الصيغه اللي انتم عايزين تقولوها، او المتواطئ منتظر حمزه المسوس هيعمل ايه مع الزمالك عشان ياخده مجانا. مع السلامة. هو طبعا لما اجي اقارن حمزة المسوسي باحمد عيد، حمزة المسوسي احسن بكتير. احمد عيد معرفش ايه اللي جراله. بقارن عدم اصابات حمزة بحازم امام، حازم امام بيصاب ماتش وماتش، ودي مشكلة، اصابة مزمنة ودائمة ومتكررة، ومحدش يقول لي مش مزمنة لانها متكررة. في نفس المشكلة، نفس الاصابة، نفس الاصابة، نفس الاصابة، بقت مزمنة. عشان بس نقفل الباب. فبالتالي الزمالك لازم يدعم المكان ده كويس جدا. تدعيم المكان ده مهم، الباك اليمين مهم، ورحيل حمزه مهم برضه. خلاص؟ فالترجي ايه؟ مستنينا على الواحده. كارتيرون، قبل ما نتكلم بقى عن بن شرقي، نتكلم عن عن كارتيرون. كان في كلام طلع انه الزمالك بعد ماتش المقصة في الكاس هيكمل برضه هناك ويعمل معسكر ويتجه انه يستمر في السويس ويلعب الماتش اللي بعده برضه مع المقصة في السويس في الدوري. لكن كارتيرون رفض، قال لك انا مش عاوز اعمل معسكر طويل عشان اللعيبه ما تحسش بالملل. فانا مش هنلعب ماتش المقصة ونيجي نلعب الكام يوم بتوعنا هنا، وبعدين نروح برضو ليلة المباراة نلعب ماتش الايه؟ المقصة بقى في الدوري. تمام؟ فهو رافض تماما، رافض تماما فكرة انه انت دلوقتي تشتغل على انه يعمل معسكر طويل عشان اللعيبة دي ما يبقاش فيها ايه؟ اي مشكلة، وان الامور تبقى كلها طبيعية، وان هم يلعبوا في هدوء واعصاب وما يبقاش حاسين بضغط عصبي، وانهم اهم حاجه في الموضوع ده دلوقتي وفي اللحظه اللي احنا فيها دي انه اللعيبه تكون في مستوى جيد جدا جدا جدا. ثواني بس. تمام. فكارتيرون بيرفض نهائيا تواجد معسكر طويل مع الفريق، وقال لا، الاهم حاجه عندي دلوقتي انه اللعيبه ما تحسش بالملل، وانهم يبقوا تركيزهم في الايه؟ في المباريات اللي جايه بشكل جيد. هنروح نلعب المقصه ونرجع على القاهره نلعب نتدرب في هنا، واللعيبه تروح بيتها، وقبل برضو مباراه المقصه الثانيه نسافر نلعب ماتشنا ونرجع نستعد للمحله، لانه الماتشات اللي زي ما قلت لكم انه ماتش اللي فات بتاع اسوان كان مهم جدا، ثم ماتش المقصه في الدوري مهم، وماتش المحله، التلات ماتشات مهمين عشان تبقى التنيك اول لغايه ما الاهلي يجي بقى مع ترجع الدوري، ونشوف بقى الاهلي وصل لمرحله فين بعد النهائي الافريقي والحاجات دي. تمام؟ فدي الامور اللي ماشيه بشكل سريع يعني. بالنسبه لاخر حاجه عندي وهي بن شرقي، تجديد عقد بن شرقي. هذا الخبر سوف تسمعونه قريبا. امتى؟ اتصور انه على اول شهر 7 هتكون الامور اتحلت. ازاي؟ انا قلت لكم من كام فيديو انه بن شرقي غير وكيله كريم البلك، وبقى ليه اخوه وواحد تاني اسمه انس، ووصلوا مصر. واقول لكم فجأة كمان وقعدوا مع الكابتن حسين السيد وتناقشوا مناقشة اولية عن تجديد العقد. بن شرقي ووكيله واخوه قعدوا مع كابتن حسين السيد لمناقشه العقد الجديد والشروط اللي الزمالك هيعرضها عليه وهم طلباتهم ايه
هل في متأخرات، هل في امور معينه مزعله هيحلوها له برضه في الطريق عشان يبقى الامور فيها ايه سلكان سلكه. فبن شرقي الزمالك قعد معاه بالفعل وتناقش معاه. خلي بالكم بقى، نرجع هنا للقطه، هنا الزمالك بيقعد مع بن شرقي وبيتفق معاه، او قعده اوليه للاتفاق لسه ما اتفقوش بشكل نهائي الفلوس والعقود والحاجات دي، لكن ان شاء الله على شهر 7 هيكون الموضوع اتحل واتمضى اللاعب وقع وكل حاجه. احمد سيد زيزو امبارح قعد ابوه مع الكابتن حسين لبيب والكابتن حسين السيد واتفقوا على الرطوش الاوليه للعقد، ولسه هيقعدوا جلسه نهائيه للاستقرار على الرقم والمقابل، ومن ثم كتابه العقود ويجي وقع. يبقى دي بن شرقي، ادي زيزو، والثالث محمود حمدي الونش. محمود حمدي الونش قعدوا معاه برضو واتفقوا معاه على تعديل العقد ومد العقد بتاعه سنه او سنتين، تمام، وارضائه بشكل جيد. وبرضو خلال كام يوم كده هتلاقي ان شاء الله تعالى محمود حمدي الونش بيجدد عقده مع الزمالك او بيمدد عقده ويعدل عقده، مش عارف الصياغه ايه، لكن انا ميال اكتر لتعديل عقد وتمديد العقد. يعني انا هعدل، بدل لو انت بتاخد 3 اديك 10 او اديك 7 او اديك 8 ايا كان يعني الرقم اللي هيتاخد، وازود سنتين في عقدك، فبدل ما يخلص 23 مثلا يخلص 25، فيبقى قاعد معانا احنا دلوقتي موسم 21 22 يقعد معاك 22 23 23 24 24 25 3 سنين كمان، فتبقى الامور مرتاحه ان شاء الله. فادي تمام، فادي عندنا ان اداره الزمالك بدات تقعد مع اللعيبه المهمه عشان ايه؟ عشان الاتهام اللي طارد الكل ان الزمالك العقد هينفرط واللعيبه هتمشي بعد موضوع فرجاني ساسي وقبليهم مصطفى محمد. ومن هنا الاداره بتقعد مع الثلاثه دول، وهتقعد مع عبد الله جمعه، وهتقعد مع طارق حامد، كل ده في وقته يعني، لكن الثلاثه دول هيحلوا لهم مشكلتهم بشكل سريع ان شاء الله، ويظبطوا امورهم، ويبقى عندك ان شاء الله تجديد عقد بن شرقي، تجديد عقد زيزو، تجديد عقد الونش، وتبقى الامور كده مستقره. يبقى مين؟ فرجاني ساسي. ايه قصه فرجاني ساسي بقى؟ هنروح بيها لغايه فين؟ ده امر مهم جدا لازم نعرف نعرف ايه قصه فرجاني. طيب الكلام بيقول ايه؟ في شخصين اتنين يا جماعه لازم نثق في اخبارهم لانهم قاعدين في قطر. الكابتن هيثم فاروق والمعلق احمد الطيب. الاتنين مقيمين في قطر، بيشتغلوا في قطر، واصحاب علاقات اكيد مميزه هناك. الاتنين لغايه دلوقتي لم يشيروا نهائيا لفشل تعاقد فرجاني ساسي مع مين؟ مع الدحيل او الريان او ايا كان الاسم. وانا وجهه نظري الحاجات اللي اتعملت اخيرا من فرجاني كان غرضها ان هو، او يعني كان بعد ما وقع وخد فلوس من الفريق الجديد اللي هيروح له. الكلام طبعا انه سمعتوه انه يلحق يا جماعه انه يحصل ايه؟ انه الدحيل رجع في كلامه، اصل موشا صبري لموشيه مش عايزه مش عارف ايه. ما اعتقدش نهائيا انه يمكن لو مضوا معاه وقعوا يرجعوا في كلامهم معاه، لكن هم لو افترضنا ان المدير الفني مش عاوز، لكن ممكن يعيروه. وهناك في الدحيل ومعاه الريان ومعاه فرقه ثالثه للاسف انا مش فاكرها، الثالثه تقريبا اداره واحده كلها تبع وزاره الداخليه او مجلس الوزراء، الثلاثه حاجه واحده يعني. فبالتالي لو ممكن واحد يتعاقد هنا ويحوله هنا او هنا، ترى بياخد الفلوس فرجاني، الموضوع فلوس، اصله مش موضوع بطولات ولا موضوع زنبطات ولا موضوع لعب اساسي ولا اي حاجه من الاوهام دي كلها. ده راجل عاوز فلوس، هيروح ياخد الفلوس بقى يلعب في الريان، يلعب في السليه، يلعب في الدحيل، يلعب في فريق درجه رابعه، المهم ياخد الفلوس، لانه فرجاني اما يروح قطر فهو رايح للفلوس، مش رايح للعظمه الفنيه ولا رايح للتالق الكبير ولا رايح للبطولات، هو رايح للفلوس. فمن حقه يامن نفسه ويامن مستقبله. الكلام بيقول 3.25 في السنه، 3.25 مليون يورو في السنه، يعني انت بتتكلم في 3 سنين، شوف بقى انت بتتكلم في 9 مليون حوالي 10 مليون يورو، ده غير بقى لو مكافئاته مش عارف ايه، فربنا يزيده ويبارك. فهو رايح للفلوس. طيب الزمالك ايه بقى؟ الزمالك حتى اللحظه معاه ورقه من اتحاد الكوره بتقول انه لا يحق له الرحيل الا بعد نهايه الموسم. طب هو يقدر ايه؟ يرحب بطاقه مؤقته وبتاع ويعيش حياته، والزمالك من حقه بقى يرفع قضيه
ويقول له لينا مستحقات عندك، عاوزين فلوس، عايزين كذا، عايزين كذا، وتمشي القضيه بالشكل ده. مع ان انا ما احبس بالموضوع ده. طب هو راجع، قلت لكم هو راجع، وراجع مع مهند عون، وراجع الناس بيقول لك هيرجع عشان يتفاوض على الايه، انه يبقى في الزمالك ويقعد في الزمالك. خلي بالك اما تعمل الاهانه اللي انت عملتها لنادي الزمالك، اهانه لنادي الزمالك، لما رئيس الزمالك يكلمك مره واثنين وثلاثه انت وكيلك وما تردوش، وبعت لك ايميلات ما تردوش، وبعدين ما ترد، ترد بايميل ان العقد بتاعي خلص يوم 29/5 وانا ماشي، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه اهانه لنادي الزمالك. تيجي تقول لي هيجي يقعد ويقعد مع زيك تفاوض، ايه تفاوض على اللي عايزه الزمالك ولا اللي عايزه فرجاني 2 مليون وربع و2 مليون ونص والحاجات دي؟ طبعا مستحيل. تمام، هنا بقى جمهور الزمالك عاوز ايه؟ عاوزين من لاعب اتعامل بالشكل ده. تيجي تقول لي ما استحمل الزمالك، حلو قوي، والزمالك لانه هو استحمله سكت اهو ما عملش حاجه، يتكلم كل ما كابتن حسين لبيب يخرج في حته كلاب هاوس تلفزيون يقول لك احنا منتظرين فرجاني سياسي، منتظرون جوتو، يعني حتى جوتو مش هيجيش، يعني جوتو ده في انتظار جوتو ده، جوتو ده جه ما راح، المسرحيه خلصت وراحت وخلصت والعالم اراها 100 مره، جوتو ما جاش، فساسي هيجي؟ طب جه، جه ليه؟ جه عشان يلعب؟ طب ما جاش ليه من ماتشين؟ ما عنده ماتش اهو، اختار الوقت ده ليه؟ اصل الوكيل بتاعي مش عاوز بس جمهور الزمالك يحمل الامر ما لا يحتمل ويتعامل مع فرجاني انه جاي يتعاقد، فرجاني لو جاي جاي يخلص نفسه بود واستمرار المحبه، بود واستمرار المحبه، هو ده اللي انا اعرفه، لكن اي تفاصيل تانية، ها اي تفاصيل تانية من جمهور الزمالك انا استغربها جدا. وارجع دايما اقول مثل ممكن يزعل جمهور الزمالك، لكن الحقيقه انه مثل مهم جدا. اما تامر النحاس الوكيل المقرب والمفضل لاداره النادي الاهلي والجمهور النادي الاهلي، لان 99% من لعيبته لو فيها منافسه بين اي نادي والاهلي فبيجيبوا الاهلي، طلع اتكلم عن عمرو السوليه وقال انه عاوز يزود مرتبه، جمهور الاهلي واعلام الاهلي جابوا الارض لدرجه تاني يوم اعتذر، والسوليه قال لك ده عاوز يقعد، لكن جمهور الزمالك بيتعامل مع اداره الزمالك انها تحت رجله وانه اعملوا كذا، لا مش في ناس تانية وفلوس تانية، ده الزمالك انتوا دعم صندوق دعم الزمالك ده دلوقتي جمهور الزمالك بيتشرط يقول لك هو رايح فين؟ هيدفع على ايه؟ وعنده حق، عندك حق، لكن انا قصدي انه بتتشرطوا في ده، حلو قوي حقكم، لو انتوا مش عاوز بقى الاداره وهي بتصرف فلوسك تتشرط على اللعيبه؟ يعني هو انت لما تكون كجمهور الزمالك رايح مدعم نادي الزمالك ب 5 جنيه 10 جنيه زي ما تحب، مش دي فلوسك وراحه للفريق الاول؟ طيب اما تيجي بقى الاداره خايفه على فلوسك وتدفع بتاني عشان مش لاعب واحد بس، في كذا لاعب عندك فتتأنى فيها، تبقى انت زعلان؟ مش عارف، ده حاجه مستغربه جدا في جمهور الزمالك. تعالوا مع بعض كده نقرا الاسئله بتاعتكم، وربنا يفتح علينا ويفتح عليكم ان شاء الله. بسم الله. الاستاذ محمد زيزو، انا اهلاوي وارى انك صحفي محترم الله يخليك، لكن بعيب عليك اب ابراز سلبيات الاهلي ومناكفه الجماهير والاهلي مع انك عضو في النادي ولم يوجه ليك اي لوم. كويس، ومفروض اسامه خليل عضو في النادي ولم يوجه اي لوم، مرتضى منصور عضو في النادي وما حصلوش حاجه. وبعدين في فرق بين الكلام على النادي والكلام عن النادي الرياضي وبين عن النادي الاجتماعي اللي انا عضو فيه. تمام، ففي فرق كبير جدا يا فندم. لما اعترض او اشير الى اخطاء في النادي الاهلي فانا اشير اخطاء اداره النادي الاهلي في ايه؟ في الكوره، في اليد، في الطايره، ما بكلمش على النادي الاهلي في العلاقه بينه وبين اعضائه. محمد كامل مستني حلقه سيف زاهر لما يستضيف عليها عزت وعمر الدرديرش عشان نشوف رد على عزت بعد ذلك فاز على الاهلي على في الطايره. عادي يقول لك بتحصل ومره استثنائيه وانه لسه واللي جه هنفوز وتاريخ الاهلي في الطايره بيقول وتاريخ الطايره بيقول وحاجات كده. الاستاذ هاني حسين، هناك فرق بين اداره الزمالك ولجنه معينه ماموره يا شادي. ما اعتقدش ان هاني بيرزي وحسين لبيب ومحمد الاتربي وعمرو الادهم ومن هم كمان حسام المندوع عضو مجلس الشعب بمأمور.
مأمور بين من الوزير يعني، لو كنت قصدك على انه مأمور، لكن مفيش الامر ده خالص، والناس دي مجموعة مميزة جدا، وما اعتقدش انه في تواصل اساسا مع الوزير في حاجة، لانه الزمالك اللعيبة المجلس ده بيقدر يوفر وبيتعامل على اعتباره مسؤول حقيقي، مش بيجري يروح يسأل الوزير حق النشوء يعني. الاستاذ عادل رجب، احنا بندعم النادي عشان يجدد لساسي، لو ساسي عاوز. وهم يجي هنا بقى النادي يتكلم على انه طب يا ساسي انت عايز كام؟ فيقول له عاوز 3 جنيه، يقول له يا ابني هم 2 جنيه حلوين، فتقول له لا ده بفلوسي. طب ما هو يجي اللي وراه يقول له لا ما هي بفلوس النادي، مش بفلوسك دي بفلوس الجمهور، اديني فلوس الجمهور. طب هو عمل لك ايه كجمهور؟ جاب لك بطوله؟ ساعدك في بطوله؟ ايه بطوله الدوري؟ ايه افريقيا؟ ايه احساسك وانت شايف اللعيبه دي كانت عندك، وان نادي زي الوداد بيخسر من كايزر تشيفز، ونادي زي الترجي اللي هزمك رايح جاي، النادي الاهلي مسح بكرامته الارض في تونس وهيمسح بكرامته الارض هنا، ايه مشاعرك كزملكاوي مع اللعيبه اللي زي دي؟ قول لي كده بامانه، ايه قول لي. الاستاذ محمد عبد الرحمن رضا عبعاد بيقول ان لعيبه الزمالك تامروا على الفريق عشان يمشوا اشرف قاسم، ولذلك اتغلبوا من الترجي رايح جاي. اشك اشك في حكايه الكابتن اشرف، ما كانش بيزعلهم ولا كان بيجي ناحيتهم ولا يقول لهم تلت التلاته كام، ولا يعني كان بيكلم تلاته فيهم مع شديد احترامه ومحبته للكابتن اشرف يعني. الجزيره يا كابتن شادي هنخلص ولا ايه؟ هيخلص ان شاء الله في صالح الزمالك بعون الله باذن الله. الاستاذ ديفيد صامويل، اعلان تجديد زيزو كمان 48 ساعه صح ولا لا؟ هم قعدوا امبارح وهيقعدوا تاني، التاني دي هنعرف بقى، التاني دي امتى انا ما عنديش علم، بس اكيد مش اليومين دول، يعني بعد ماتش المقصه اكيد. على اعتبار ان اللاعب يقعد بقى يركز يعني في مباراته يعني، وصعود نهائي الدوري تمام؟ صعود لكاس مصر وكده. طيب عاوزين نشوف الاسئله الثانيه. محمد سمير، هنخلص من بابا وهنكشته امتى؟ مش عارف. هو حنكشت اوباما تكتر اليومين دول بصراحه يعني. الاستاذ عمرو شحاته، عايزين محمد فتح الله مدافع المحل. انا هقول لكم حاجه، محمد فتح الله معروض على الزمالك بالفعل، ومن الاسماء اللي موجوده في القايمه بتاعه الزمالك. ايه بقى الاجراءات وصلت لغايه فين لغايه دلوقتي؟ ما اعرفش، عشان بس اكون امين معاكم. الاستاذ احمد النجار، تحياتي لكم من المانيا والتوفيق للنادي العظيم، واتمنى ان مصر ما تبقاش بلد القطب الاوحد. يا رب معاك، وده بجمهور الزمالك وبدعم جمهور الزمالك واستمرار جمهور الزمالك في دعمه للنادي والوقوف جنب النادي وتدعيم لاعبته وتدعيم النادي، لانه كل ما اللاعب يبقى واثق في جمهوره هيقدر يدي في الملعب كويس. الحاجه الاهم الجمله اللي قالها دايما بكررها، الجمله بتاعه شيكابالا لما قال الدوري مفصلينه، جمهور الزمالك بدعمه للعيبه وضغطه على اللعيبه انهم يلعبوا بجهد واجتهاد هو اللي يخليهم يقصوا الجدول ده او الدوري المفصول المتفصل ده. نتكلم فيه تاني، تعالوا يا سيدي نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الاستاذ ديفيد صامويل، بن شرقي وزيزو مكملين في الزمالك السنوات القادمه ان شاء الله، وطارق حامد وعبد الله جمعه بس يتعدل شويه واخد بالك، والونش وعبد الغني و الجداد كلهم وسيف الجزيري ومصطفى فتحي راجع، ان شاء الله عندك اسماء كويسه جدا، وممكن تلاقي رمضان صبحي. احمد سالم، يا كابتن شادي عاوزين عماد دونج، وممكن تلاقي عماد دونج. عماد دونج على فكره من القايمه الاساسيه في الموضوع ده، لكن لازم برضو تستنى على عماد لغايه ما نشوف موضوع افريقيا ويحلوا الموضوع ده ويتكلموا معاه برضو عشان ما يحصلش اي حاجه تزعل وتغضب اخواتنا في البيراميدز. حسن المصري، مس عليك من الكويت، يا كابتن شادي نور، صفقات الزمالك مين؟ صفقات الزمالك مين؟ مش معروف لغايه دلوقتي، لكن في عدد مش اقل من 7 أو 8 لعيبه هيكونوا جداد في نادي الزمالك، عشان في ناس هترحل وناس هتيجي جديده. بسم الله. محمد تركي، الباب ده اللي هو قصده بتاع ساسي يتقفل، والبركه في اللي موجود نركز مع لعبتنا اللي بتجدد، وبلاش ندفع فلوس الانديه في اي صفقه، الاولويه للاعب الحر والتجديد للعيبه موجود. وبالمناسبه يبدو انك انت
يعني كنت بتتكلم مع اداره الزمالك، لان هم دلوقتي طول الوقت الاولويه اي كلام هو للي موجود واللاعب الحر بالفعل، وخصوصا الاجانب. يعني لو اروح اجيب لاعب مهاجم هيبقى اجيبه باستراتيجيه فرجاني ساسي، باستراتيجيه فرجاني ساسي اللي هو فري وحر، اتعاقد معاه حتى لو هديله فلوس هو، بس في الاخر بديله هو مش قادر للنادي. اشوفكم على خير ونتواصل في اللي جاي، وان شاء الله نحاول نطلع بالليل برضو نعمل فيديو نتكلم مع بعض. ولا تنسوا في حد بيقول الصفحه الرسميه ايه؟ الصفحه الرسميه معلش قبل انا حاجه، الاستاذ عمرو نصار، الصفحه الرسميه اعلنت ان الونش جدد ل 2025. ده يثبت لكم ايه؟ كلامش انا قلت لكم هياخد كذا وكذا، ده اهو قبل ما اي حد يقول انا قلت لكم، عشان بس كده اما في يوم من الايام بيقولوا شادي عيسى اللي سبق وقال. اشوفكم على خير ان شاء الله، واسال شادي قريب ان شاء الله.